يا أخي، بحثت في موضوع الكهرباء اليوم، قال الجنان. تفرغت من بعد ما سبتكم العصر إلى الآن، بصراحة ايه اتضح لي يا أخي أشياء سخيفة ومخيفة وأشياء مرعبة في الموضوع. هات هات معين عبد الملك يا سيد أحمد كان قبل أن يكون وزير الأشغال العامة في فترة من مسيرة حياته موظف في شركة اسمها شركة أولاد الصغير للمقاولات العامة، وتحديدا متخصصة في مجال المقاولات الكهربائية. ثم اوكي، كهرباء خاصة. مشى إلى أن أصبح رئيس وزراء. اتضح لي أن كل المشاريع الكهربائية في عدن التي فيها فساد أرسيت على شركة أولاد الصغير للمقاولات الكهربائية. تخيل كل يا أحمد، واحدة من أكبر الفضائح على الأقل اللي أرسيت على شركة أولاد الصغير هذه، التي بعد أن أصبح معين وزير للأشغال العامة وبعد أن اقترب من الحكومة أصبح يملك نسبة 51% من أسهم هذه الشركة أو من مجمل هذه الشركة، وأصبحت مملوكة له شخصيا بشراكة مع ناظم الصغير. بعدين اتضح لي يا أحمد أنه في شهر 7 2021، وطبعا هو بالوثائق فوق عملت لكم، فكر معين عبد الملك أن يرسي مشروع شراء طاقة مشتراة ب 120 مليون دولار على شركة أولاد صغير. وطرح هذا القرار للتداول في الحكومة، قام وزير المالية بتوجيه ورقة كاملة بأنه لا يستطيع الصرف لأن هذا المشروع فاشل وفي فساد كبير، وأرسل الورقة إلى رئاسة الوزراء. هذا في شهر 7 2021. في شهر 1 2022، أي بعد 6 شهور من ورقة وزير المالية اللي فوق، أصدر رسميا معين عبد الملك القرار وأرساه على شركة أولاد الصغير، وتم دفع المبلغ المالي بملايين الدولارات لشركة أولاد الصغير. أعترف بعام كم هذا؟ في البداية حذر وزير المالية قبل الإصدار ب 6 شهور في عام بعام كم تمت الصفقة؟ 22 في شهر 1. طيب، مشت طبعا العملية، أرسل وزير المالية مرة أخرى اعتراض بأنه لا يستطيع الصرف لأن هذه صفقة فساد. رمى معين عبد الملك كل هذا عرض الحائط، وتستمر الصفقة إلى الآن. والسؤال، أي لنفترض أن معين صنف ورمى بعرض الحائط ودفع الفلوس، أوكي، إلى الآن لم تصل ال100 ميجا التي تعاقد عليها ب 120 مليون دولار، ولن تصل إلى يوم القيامة، وليس هناك من يحاسب معين في هذه الصفقة. مرة أخرى قام معين عبد الملك بإرساء صفقة توصيلات الكهرباء محطة الرئيس التي سترفع المحطة من 90 ميجا وات إلى 264 ميجا وات على شركة أولاد الصغير للمقاولات، والتي من المفترض كانت تنجز في أشهر، ولكن الآن لم تنجز ولن تنجز لأنها الشغل فيها يكاد لا يستمر يعني. مرة أخرى قام معين عبد الملك بإرساء تنفيذ محطة الإمارات للطاقة الشمسية على شركة أولاد الصغير مرة أخرى يا أحمد. شركة أولاد الصغير تملك شركة أخرى اسمها كده بالإنجليزي شوية، هي مملوكة لشركة أولاد الصغير التي هي مملوكة لمعين عبد الملك. هذه الشركة هي المقاول الوحيد لشحنات الوقود المتقطعة التي يشتريها معين عبد الملك بالأمر المباشر هذه الأيام الكهرباء عدن. كيف يعني بالأمر المباشر؟ معين عبد الملك هو الرئيس المجلس الأعلى للطاقة عندنا، وهو المسؤول عن شراء وقود كهرباء عدن، وبالتالي شراء الوقود يتم كل 4 أشهر، يتم إنزال مناقصة للشركات، فتدخل الشركات في مناقصة تشتري وقود لكهرباء عدن ويتم. معين عبد الملك لا يشتري كل 4 شهور، يجعل الأمر يصل حتى يعني لحظة الاختناق، فيقوم بدلا من المناقصات بإنزال شراء من 5 إلى 6 طن إلى 2 طن بالأمر المباشر، وكل ذلك أرسي على شركة أولاد الصغير مملوكة لمعين عبد الملك. كل هذا العبث والفساد يا أحمد يصير في موضوع ملف الكهرباء، والناس تتعذب بأمر من معين عبد الملك، والوثائق فوق موجودة وسط صمت مخزي ومخجل وجالب للعار من قيادتنا في المجلس الانتقالي الجنوبي. هيا تفضل يا أحمد.